السلام عليكم. تغريدة مثيرة للاهتمام من إيلون ماسك، هل بيقصد فيها عملة الإكس آر بي ولا عملة شيبا إينو؟ رح نتكلم عن الموضوع بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك وتشوف القناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناة على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. طبعا كلكم تتذكروا بالفيديو الأخير اللي نشرته على اليوتيوب دخلت بصفقة لونج على الذهب من مناطق ال 1925، طبعا طلعت عند مناطق ال 1935 بعد ارتفاع سعري كبير صار بالامس، حققت ربح اكثر من 100 دولار، يعني اجمالي مرابح امس كانت 165 دولار. طبعا الصورة نشرتها على التليجرام بعد ما صورت الفيديو على اليوتيوب. طبعا اليوم اصدقائي تغريدة مهمة على تويتر من قبل ايلون ماسك، نشر قال في اكس يوجد حرف الاس او ان اكس اس. طبعا نقدر نفهم من هاي التغريده انه على منصه اكس يوجد عمله او يوجد حرف الاس. شو بيقصد بهذا حرف الاس؟ ما حدا بيعرف، لكن اغلب التعليقات كانت مثلا من اكس ار بي كريبتو وولف، هذا احد الداعمين لعمله الاكس ار بي واحد المؤثرين المهمين لعمله الاكس ار بي، قال انه الاكس هي بترمز لعمله الاكس ار بي، وباقي اشخاص قالوا انه عمله الاس ممكن تكون عمله شيبا اينو. طبعا كثير من التغريدات طلعت عن طبعا عمله شيبا اينو وعن عمله الاكس ار بي. يو دوت توداي قال ان ايلون ماسك عم بيعمل تويت، طبعا تويت من نوع الغموض، وانه الجيوش الخاص بعمله الاكس ار بي وعمله شيبا اينو عم بالاستعداد حتى يتحركون بهاي العملتين، يعني ممكن تكون علامه الاكس هي الاكس ار بي وعلامه الاس عمله شيبا اينو. طبعا لحد الان تحليل العملتين غير واضح، وخاصه بعد مشي بيتكوين بشكل طبعا سيء جدا، بنقدر نشوف على فريم 4 ساعات لحد الان عم نداول داخل كريدور صاعد، عم نداول بشكل كسر مرتين للتريندات لكن كسر وهمي، ونرجع نداول مره ثانيه داخل هاي المناطق. لازم ما نفقد مناطق ال 27600 لازم نوصل لهي المناطق، وعلى الاكيد رح نوصل لمناطق ال 27600 حتى يتاكد اتجاه البيتكوين. ممكن نرجع نزوم مره ثانيه مناطق ال 27100، عن مناطق ال 27100 27500 بتحدد اتجاه البيتكوين، يا اما صعودي يا اما هبوطي. اما بالنسبه لعمله الاكس ار بي من فتره عملت ارتفاع وصلنا لمناطق تقريبا 51 سنت، ورجعنا انخفضنا مره ثانيه لمناطق 49 سنت او 48 سنت، لحد الان محافظين على ترند صاعد مهم جدا، لكن عم ندور اسفل من فوق افرج 200. اصدقائي نكون وصلنا لهي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى توصلك الجديد في عالم العملات الرقميه. مع السلامه، دمتم بخير.